كانت هناك زيارة لمختلف المرافق والمكاتب ديال الوزارة، اللي كانت فرصة للاطلاع على بعض الاجتماعات المهمة، بحال اجتماع ديال اللجنة الوزارية المختلطة اللي فيها ممثلين عن مختلف القطاعات، واللي كما شفتم كانت مكبة على دراسة واحد التصور لتبسيط المساطر، وخاصة المسطرة المتعلقة بنزع الملكية. هذا ورش كانت ولاو حنا التنسيق ديالو. كذلك كانت هناك مناسبة أيضا، شفتوا واحد الورش آخر في الوزارة يتعلق بدراسة مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وكانوا حاضرين في الاجتماع الأطر ديال الوزارة الإصلاح إدارة الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى ممثلي وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية. إذن هذا ورش عم يشتغل في إطار المهام ديالنا الأفقية التنسيقية مع كافة القطاعات. كانت مناسبة أيضا لزيارة مركز الإعلام والتوجيه والدور اللي كيقوم به في توجيه وترشيد المواطنين فيما يتعلق بالأغراض ديالهم الإدارية، وكانت مناسبة لإعطاء الانطلاقة ديال الخط المختصر 37-37 اللي هو صباح اليوم هذا الصباح مفتوح في وجه عموم المواطنين اللي يمكن لهم يتصلوا لطرح التساؤلات ديالهم حول التعقيدات ديال المساطير والمرفق العمومي اللي يمكن توجهوا لحل معالجة أغراضهم، وتيتولوا الإجابة على الهاتف خبراء وأطر من الوزارة لإما تعطيهم أجوبة دقيقة مباشرة أو توجههم للوجهة التي يتعين عليها أن تستقبل ملفاتهم وتعالجها. إذن كانت مناسبة أيضا للوقوف على توقيع الميثاق الإدارة البيئية. إحنا كوزارة ديال التنسيق تنطلق مبادرات في اتجاه الإدارة العمومية بصفة عامة، ولابد في بعض الأحيان أن نعطي المثال. لذلك فالإدارة الإيكولوجية قبل أن نتوجه إلى الإدارة الأخرى لتحديد بعض الضوابط، لأن المغرب عنده التزامات وطنية ودولية تتعلق بحماية البيئة وخاصة في بعدها الإداري، فارتئينا أننا نعمل على إعداد واحد الميثاق داخلي ديال الوزارة يوقعه المسؤولين من الوزير، الكاتب العام، المفتش العام، المديرين، رؤساء الأقسام والمصالح وكافة الموظفين. وتمت عملية التوقيع أمام الصحافة الوطنية، وزرت أيضا بعض المرافق اللي بدينا فيها في حل المصابيح اللي فيها الألواح الشمسية وبعض الأمثلة أخرى اللي قدمناها لكم، واللي كتدخل ضمن الرؤية والمقاربة الإيكولوجية في الأداء وفي الاشتغال ديال الإدارة العمومية. هذه التجربة بغينا نعطوا بها نموذج قبل تعميمها على كافة الإدارات. إذن كانت هي مناسبة لإطلاعكم على الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي للوزارة، ولكن لفتح المجال للاحتكاك للقاء بالخبراء والمسؤولين وهم يشتغلون وهم منكبون على الإنجاز الأورش والمهام المنوطة بهم.